بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم ويوم جديد من أيام الريمونتادا. النهاردة الخميس 31 أغسطس، الذكرى 17 لوفاة نجم محمد عبد الوهاب، نجم النادي الأهلي السابق ونجم منتخب مصر السابق، واحد من أنظف الشخصيات اللي الواحد يتعامل معاها في حياته، والواحد قاصد انه يقول انظف الشخصيات قبل ما نتكلم في الكوره. احنا لو هنتكلم على محمد عبد الوهاب الله يرحمه في الكوره فحدث ولا حرج، ولكن شخص من الشخصيات اللي فعلا كان مثال للادب والاخلاق والاحترام، شخص يمكن كلنا شرفنا ان احنا اتواجدنا في فتره من الفترات مع محمد عبد الوهاب، باك شمال النادي الاهلي ومنتخب مصر، اللي يعني لفظ انفاسه الاخيره على استاد مختار التتش في التدريب الصباحي يوم 31 اغسطس، ويمكن منظر يعني وموقف من المواقف يعني اللي سببت للواحد طبعا صدمه كبيره جدا. يعني الواحد في مشواره يمكن حصل بعض المواقف اللي يعني كانت صعبة على الواحد بشكل كبير. فإذا كنا اتكلمنا يعني على اللي حصل في بورسعيد وجمهور النادي الأهلي 74 من زينة الشباب، واللي حصل فبرضو اللي حصل يوم 31 أغسطس ده برضو كان موضوع صعب جدا بالنسبة لنا. يمكن الواحد كنت فاكر اليوم دوت كويس، كنت قاعد في الأوضة مع الإداريين، ما كنتش أنا مشارك في التدريب، كنت عامل عملية في ركبتي وكنت بأهل، وبعد كده دخلوا علينا الناس جوه في الأوضة بتاع يا جماعة عايزين عربية إسعاف. فبرضو احنا قاعدين الدنيا مش يعني عربية اسعاف، وارد يكون حد انكر رجله تلاوى، وارد اي حاجة بتاع شوية، وناس قاعدة داخلة وعايزين عربية بسرعة، عربية اسعاف بسرعة. محمد عبد الوهاب واقع في الملعب ما بيتحركش، طبعا طلعنا جرينا كلنا، ناس كلها ملمومة على محمد، نحاول نفوق محمد. فجأة طبعا بكل سرعة كان وائل شيتوس كان أقرب واحد راكن العربية برة، على طول دخل بالعربية جوه الملعب، على طول عبد الوهاب في العربية، شيتوس بيسوق مجنون، كابتن حسام بدري قاعد جنبه، ورا قاعد الدكتور إيهاب علي واخد في حضن محمد عبد الوهاب، وكل اللعيبة بعربياتها وكله جري على المستشفى. كان موقف من المواقف، كان يعني احنا مش مصدقين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. رحنا المستشفى ودخل الأوضة وكلنا واقفين بره مستنيين نشوف فيه ايه، وبعد كده طلع الدكتور إيهاب علي بيعيط وبيقول لنا الله يرحمه. رغم كل اللي حصل واللي بحكيه لحضراتكم بالتفصيل، يعني اخر حاجة كنا متخيلين ان احنا نسمعها اما الدكتور إيهاب علي خرج من الأوضة ان احنا نسمع حاجة زي كده. شخص جميل جدا، شخص كل الناس حبيته ما تعاملت معاه، كان واحد من الناس اللي احب اقعد معاها كتير، اهزر معاها، اتكلم معاها، واحد من الاشخاص كانت دماغه كويسة جدا، فتح معاك في مواضيع، اتكلمك في اي حاجة، فاهم في حاجات كتير قوي. فنيا اضاف لنا فترة اللي لعبها، جه كان بيلعب يعني جلبرتو وقعد، كانت الدنيا بالنسبة له صعبة، كل يوم في التمرين احسن من اليوم اللي قبله علشان ياخد فرصته، واخد فرصته وتألق مع منتخب مصر،
وكان عنده طموح كبير جدا ان هو يعمل حاجة ويعمل بطولات ويعمل تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي. مكان جاي من الامارات من الزفرة، وكان مبسوط وسطنا واحنا كنا سعداء جدا جدا بيه. كان هو يحب يقعد يتكلم ويقعد يدندن ويغني، كنا نقعد ندندن ونغني معاه. كان على طول يعني هو يعني ايه يدوس على الزرار بتاعنا وبتاع، تلاقينا كلنا قاعدين بعيدا عن دوشة الملعب ومشاكل الكورة. فكان يعني يخرجك من الجو ده خالص. ويمكن قبلها كان الراجل حتى بيجهز الأغنية في اعتزال كابتن سيد، وكان قاعد والراجل كان مبسوط. وهو يمكن جه في الآخر، يمكن قبلها بيوم ولا يومين، يمكن ابتدى يحس ان هو في حاجة، يعني ابتدى يتكلم على صاحبه وصاحب عمره اللي توفى قبلها بفترة، وابتدى يتكلم في حتة ان انا ممكن ابقى قريب اروح له او حاجات كتير. بس يبقى الحاجات ديت انت اما بتشوفها قدامك يعني بيبقى الموضوع موضوع صعب صعب ومفاجئ. ويمكن قبلها احنا شفنا محمد عبد الوهاب برضه اما كان وقع في مباراة من مباريات النادي الاهلي وخضينا شوية لمدة دقيقتين ولا حاجة، وبعد كده قام كان زي الفل. محمد عبد الوهاب من الشخصيات محدش مخلد، يعني كلنا هنروح، ولكن يعني الحمد لله محمد رايح بعمله الحسن. لان محمد عبد الوهاب من الشخصيات اللي لا يمكن يختلف عليها اتنين، لا يمكن اتنين يختلفوا على محمد عبد الوهاب. وقلت لك سيب الكرة على جنب، لان الكرة كرة كل الناس عارفة انه لعيب كرة كان جامد جدا، ولكن سهل دلوقتي ان انت تلاقي واحد مؤدب ومحترم واخلاق ويعرف يحترم الناس ولسانه ما يتكلمش غير بالكلام الحسن. ده بقت صعبة جدا دلوقتي. فيعني بنقول البقاء لله، ربنا يرحمه ويصبره ويصبر اهله ان شاء الله في الجنة بإذن الله. الله يرحمك يا عبد الوهاب.